في لحظات فارقة. أنا فهمت. قد يختل الميزان. نعم أنا فهمت. يا تونس ما عادش خوف. بان عليها رب الشعب التونسي. فين الأخبار؟ هجابوا الأخبار. ما فيش ولا خبر عن تونس. وتتحول منصات الإعلام من ناقل للحدث. إيه قالوا الإعلام؟ بلاش نتكلم عن الحكاية دي. مصر مش تونس ومبارك مش بن علي. إلى مشارك فيه. أنا جهة داخلة وعارضة ولست جهة محرضة. 21 من أبريل مجموعة منتقاة من الأفلام الوثائقية تعكس واقع الإعلام في الوطن العربي. فلسطين لم ترد إلا بالكفاح المسلح. والشعب عمره ما يخرج من البرجيبة. الدنيا مقلوبة، العالم العربي بيتلعب فيه. لا لا صوت بلا. أنا بقول نعم وبقول لكم قولوا نعم. أنا رايح منال. نعم على الجزيرة الوثائقية.